كما وعدتكم من قبل يا اعزائي المشاهدين ديالي ويا المتتبعين ديالي، انني غادي نبقى ننزل لكم دائما الجديد ديال زكريا، وغادي تكونوا اول وحدين غتشوفهم هما نتوما يا المشاهدين ديالي مباشره من زوطيه سوق دالاس. هانتوما كما كتشاهدوا كما وعدتكم السلعه يلاه جات، وهذه نهار الجمعه في العشيه، بس ان شاء الله تصبح لكم او يصبح الفيديو نهار السبت في الصباح باش اللي عجبته شي حاجه يمشي ليها. بسم الله على بركه الله، ونكونوا قدامنا ديال الربح، وتكون المشاهده ديالكم ديال الربح ان شاء الله. وما تنساوش اعزائي المشاهدين، عافاكم الله يرحم بكم الوالدين، بارطاجيو الفيديوهات ديالي باش تقدر تعم الفائده للجميع. كاين واحد المجهود كبير كبير اللي كنضرب باش يوصل لكم هاد الفيديوهات في الوقت. هانتوما كما كتشاهدوا بسم الله على بركه الله، شاهدوا امامكم السلعه جديده نقيه غزاله. هانتوما كما كتشاهدوا هادي الدرابو دنينجليز جابها لكم حتى لعندكم حتى لداركم، وانتم جالسين مع راساتكم شوفوا السلعه ديال الانجليز، ماركات مشهوره ومعروفه. وغادي ندوز لكم غادي نوريكم هاد البياسات هادو او هاد الملابس، هو براسهم باقي ما عارفش يعني شنو غادي يجبر فيها. انا اللي حليتها اعزائي المشاهدين، انا حليتها كاملين. السلام عليكم اخوتي واخواتاتي واعزائي المشاهدين ديالي والمتتبعين ديالي، كما وعدتكم وعد المسلم حر، ولا ما كيفاش كيقولوا داك المثل، انا دائما الامثله قلبهم. هانتوما كما كتشاهدوا كما وعدتكم، ودابا غادي ندوز لكم باش نشوفوا هاد البياسات هادو كيف غادي يكونوا. مرحبا، هانتوما كما كتشاهدوا السلعه هي هذه نقيه زوينه، اول وحدين غادي تشوفوها هما نتوما. هانتوما يلاه بقاو معايا ما تمشيو فاين، ندير البيدرات حيت ما كنشوفش مزيان القرب، وغادي نبدا لكم بسم الله بركه الله. هذا شوميز دونوي في اللون الاحمر، وما ادراك ما اللون الاحمر، طاي كبيره هذه. انا غادي نولي نوريكم كل شيء، هادو غير اللي لقيتهم الفوق، وغادي نشوف قاع الخابيه اش غادي نجبر. طاي كبيرين كنأكد بان هادو راه طايات كبارين، فهمتي راه من وليت كنقلب ونجبد البياسات راه ضغط مع القصدير سخون ضغط، وقميجة عواجت، وانا كل عواجي ضغط الصهد مكثرت تبارك الله، وداك الشيء لقيتو كيحمق، داك الشيء سطاني، داك الشيء كيحمق. الطايات الكبارين شاهدوا معايا هاد البينوار هذا، هادو طايات كبارين كنأكد، لقيت طايات كبارين وممتازين، وقيتهم ديال لاسوا. انتما انا كنوريكم وصافي كما كيقول المثل، لبس قدك يواتيك، هادشي راه كبير عليا عليها ما وتانيش، غير نوريكم غير الشكل ديالو. انتما اعزائي المشاهدين ديالي ومتتبعين ديالي، لقيت هاد البيجاما دو بياس طاي كبيره، وقيلا 3XL، هادي طاي كبيره، شوفوها كي دايره بالكميمات. لقيت حويجات كيحمقوا وكيسطيو، ولقيت البيجامات ديال القطن، كنحاول نشوف ما بانتش لا مارك ديالها للاسف باش تعرفوها. هانتوما كما كتشاهدوا دائما كنحاول نجيب لكم ما هو جميل وجيد في نفس الوقت ومصداقيه. هاد لا فيديو شويه طويل، تقريبا في 16 دقيقه، ولكن معليش شوف شنو جبرت. بيجاما دو بياس باقا جديده، هذه القطن حتى هي نقيه وزوينه، وكلهم مصبنين ونقيين، وكاينين اللي لقيتهم جدادين بالتيكيت ديالهم، غادي تكتشفوهم معايا، بقاو معايا حتى نهايه الفيديو ما تمشيو فاين. كنأكد هذه دو بياس، نحلها ما فيها باس، نحلها باش تشوفوها اعزائي المشاهدين ديالي والمتتبعين. ها نتوما والله حتى ضغط اليوم بزاف، حيت السلعه ما شاء الله نقيه نقيه كما قلت لكم، والصهد واخا مشيت في العشيه يعني الصهد مع التصوير مع القزير شويه الحراره مرتفعه. طاي كبيره هذه ديال القطن دو بياس، غادي تسقسيوني غتقول لي نسيمه ايوا الثمن، انا مسقسيتو على الثمن، خلي انا باقي خصني نحسب البياسات ونشوفهم بشحال غادي يطيحوا. الله يسخر ليه، وبياسات نقيين نقيين نقيين. ها لا مارك ديالها السميه، لا زعما بلا ما نذكر السميه في الحقيقه، كيقولوا لي ما تذكريش السميه حيت كتكون ماركه مسجله وماشي مزيانه بالنسبه لينا حنا اللي عندنا القناه. انتم كما كتشاهدوا الصهد بزاف بزاف،
وتشندرت في الحقيقه، ما عرفتش، غلبني الصدم كثرت مع البياسات. في الحقيقه في التصوير كيكون متعب بالنسبه لي غير للاشاره. الناس شوفوا، لقيت هذه البيجامه، لقيت مجموعه ديال هذه البيجامات هادو جدادين، ولقيت فيهم لي طاي ديالهم في هذه الالوان هادو. بالنسبه لهذه، هذه راه سمول بالسروال ديالها، هانتوما كما كتشاهدوا. ولقيت وحده عاوتاني في حالها اكبر منها، هذه راه سمول زوينه بزاف، دو بياس ديال الساتان، هانتوما كما كتشاهدوا ويا المشاهدين. وغادي ندوز معكم وحده لقيتها عاوتاني اختها، والطاي شويه كبير عليها، هذه الطاي كبيره، هانتوما كما كتشاهدوا نفس لا مارك، وبالشورت ديالها وبالفوقاني ديالها وبالبينوار ديالها. لقيتها تروازيام، تروا بياس، شمن تروازيام طالعين في الدروج. راه من بعد غادي نجبر حتى البينوار ديالها. ها هو هذا السروال الاخر ديال القطن، الطاي ديالو، الناس اللي كيلبسوا طاي كبيره وقال شي 44، هذا كيجي بهاد الجويبات. هانتوما كما كتشاهدوا ديال القطن طويل ومريح كذلك. هاد السميطات ما عرفتش سميطات ولا شوميز دونوي، المهم ديال القطن. لقيت شوميز دونوي، لقيتهم بزاف، لقيتهم لي البنوارات ديالهم، وكاين لي لقيتهم غير بوحدين بوحديتهم. عافاكم عافاكم، قلت لكم عفوا، ما تديوش عليا انني حتى جيت عيانه وكنمونطي لكم الفيديو. هذا حتى هي لقيتها جديده، وشوفوا الدونتيل ديالها كان واعر واعر. كنحاول نوريكم بانها جديده باش تكون المصداقيه. لقيت بزاف بزاف ديال البيجامات جدادين وماركات معروفين ومشهورين. غادي ندوز معكم لهذا، حتى هو الكسيوة معليش ماركزش عليها بزاف. غادي ندوز معكم لهذا البيجامة، حتى هي اللي بسروالها وجديدة وطاي كبيرة. كانت واحد السيدة بغات تدخل، ولكن قلت لها ممنوع البيع، ما كاينش اليوم حتى يجيو المشاهدين ان شاء الله، حتى الغدا ان شاء الله. دابا انا كنحل هادشي غير للتصوير وغير للمشاهدين فقط. شاهدوا هاد البيجامة، هادي تحت الركبة غير بواحد شوية، وطاي كبيرة حتى هيايا ديال القطن. الأغلبية كنلقى طايات كبارين في الحقيقة، بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل وكتلقاو سيداتي ما كتلقاوش الطايات ديالكم، أجيو السوق دالاس وغتلقاو الطايات ديالكم إن شاء الله. بالنسبة لهاد البيجامة حتى هي لقيتها بالسروال ديالها وجديدة، ما ملبوساش. ها السروال ديالها غزال، وحتى هو كبير، طاي كبيره، انتم كما كتشاهدوا. ها هي بيجامه بسريول ديالها. غادي ندوز معكم هذا البينوار، هذا بينوار على شبكه، انتم كما كتشاهدوا، ولا نحسبوه بينوار تابع لكشي ديال شوميز دونوي، وعنده واحد الشبكه من تحت، واحد الدونتيل غزال كيحمق، زوين بزاف بزاف وكبير هذا. ايوا ناسي ما لبس قدك يواتيك، انا كنبغي نوريكم وصافي. هادشي راه ماشي قدي، ماشي الطاي ديالي كبير، المهم كنبغي نوريكم وصافي. هانتوما كما كتشاهدوا، هذا راه 3XL، غير اللي نكونوا متفاهمين على ود الطايات، راه كاينين طايات كبارين. ندوز معكم لهادي، هذا نشوف شنو هي. هاد البيجامة بحال هكا نحسبوها بيجامة ولا كسيوة ديال القطن ديال البنيتات. هادي طاي صغيرة، حتى هي شي شوية كتجي شي شوية هابطة تحت الركبة. وغادي ندوز لكم لهادي حتى هي، لقيتها هي والسروال، حتى هي والسروال ديالها عفوا. ما تنساوش البينوارات، لقيتهم في هاد الكوليه بزاف بزاف، لقيت البينوارات فنينها. وانتم كما كتشاهدوا مع فهاد سبع ولا نمر، المهم بالحزام ديالو ديال الساتان، وكاين كنلقى حتى ديال لاصوا، راه لقيتهم الا ما طاروش بهم. المهم غدا انتم كما كتشاهدوا بيجامه على مزيناتها، كيقولوا على مزيناتها، ما نعرف هادي ما عرف منين جبتها انا على مزيناتها. انتم كما كتشاهدوا يا اعزائي المشاهدين، انا بغيت انني انا اللي نعطيكم التعليق باش بلا ما ندير الموسيقى، حيت هادو طايات كبارين، كاين شي حاجه اللي خصني حتى نهضر عليها انايا. بالنسبه لهادو حتى همايا شوفوا بالشورت ديالها، طاي كبيره حتى هذيك، طاي كبيره، شورت طاي كبير، هذا كبير بزاف كبير،
بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش الطايط ديالهم حتى هما مساكن، علاش ما يلبسوش حتى هما الشرطه في هذا الصاد ويتبردوا مع راساتهم ما فيها باس. هذا جديد حتى هو التيشيرت، اكيد غادي يكون السروال ديالو حتى هذا طاي كبير وفيه الدونتيل هانتوما في الجنيبات. المهم زكريا براكم بالنسبه للنساء اللي ما كيلقاوش الطايات ديالكم، اللي ما كيلقاوش الطايات ديالهم، هذه جديده غادي نحلها حتى هي مباشره امامكم وغادي نكتشف كي دايره هاد البيجامه، واش طويله واش قصيره واش دوبياس. حليت الميكا هانتوما كما كتشاهدوا طاي كبيره وتحت الركبه بشويه، جديده لونها ممتاز بزاف بزاف. كنتمنى هذا الفيديو او الفيديوهات اللي كننزلكم يعجبوكم ان شاء الله. انتم كما كتشاهدوا وغادي ندوز معكم عاوتاني لحاجه اخرى بالنسبه لهاد الشوميز دونوي، شوفوا كيف كيجي، كيجي على هذا الشكل وعنده حتى هو الدونتيل في الظهر، زوين بزاف بزاف. شوفوا حتى هذا في اللون الاسود، هذا كان الطاي ديالو لارج، وراه كاين حتى السمول وكاين حتى الميديوم، لقيتهم بزاف يعني والالوان مختلفه. نقي نشوفوا شنو غلقيت عاوتاني، لقيت هذه البيجامه دو بياس كما كتشاهدوا زوينه بزاف بزاف. هانتوما كما كتشاهدوا امامكم يا اعزائي المشاهدين، باقي كنأكد عليكم انها هذه دو بياس. وغادي ندوز معكم لهاد الكسيوة او سوميز دونوي، عفوا سوميز دونوي ماشي كسيوة، جديد هذا واللون ديالو زوين بزاف بزاف، اللون ديالو ممتاز وحتى التوب ديالو زوين بزاف بزاف. انا كنأكد هذه السلعة ديال الانجليز جات حتى لعندكم، هانتوما شوفوا الدونتيل من الظهر، شوفوا الشكل ديالها زوينه بزاف بزاف، جات على شكل كسيوه، ما عرفت واش كسيوه ولا شوميز دونوي، داكشي حيت ولا كيبان لي كيف كيف. وعييت في الحقيقه، عييت غلبني التعب وغلبني الصاد. السروال ديال القطن بالجويبات في الجناب وبالسنيسله ممتاز بزاف بزاف والطاي كبيره. نشوفوا هذا البينوار هذا شحال رائع، وكان تشوفوا يا اعزائي المشاهدين هذا البينوار شحال زوين وفيه واحد الكروات وواحد الثوب ديالو بارد وزوين. وكان تعرفوا يا المشاهدين شحال عجبني هذا البينوار، ولكن كبر مني كنشوف وكنحقق وكنتاكد. ونشوفوا البس قدك يا نسيمه يواتيك، هادشي حتى هو واقيلا ماشي الطاي ديالي نهائيا. انتما كما كتشاهدوا زوين، خاص يكون غير عنده ما قلبت واش كاين الحزام ديالو ولا لا. شوفوا هاد البيجامه سمول ممتازه حتى للركبه، السلعه تبارك الله وما شاء الله كلها نقيه. غادي ندوز معكم كذلك لهاد البينوار، هذا جديد ونقي، غير انا ما عنديش في مع هذا اللون في الحقيقه وصافي. شوفوا القطن، ما كنلقى شي حاجه للقطن شحال كنفرح. شوفوا هذه البيجامه الجديده ديال القطن، حتى هي تحت الركبه وباقا جديده، هانتوما والو السميه ما كتبانش حتى الطاي ما كيبانش. هانتوما انا مازال معكم، قلت لكم راه انا شي شويه ترونت بالنسبه لهاد البيجامه هذه، لقيتها بالسروال ديالها وطاي كبيره اللي غادي تديها بصحتها وراحتها، طاي كبيره دو بياس، بيجامه ممتازه. وما نساوش حتى هذه، شوف شحال غزاله وفنه. انتم يا اعزائي المشاهدين، ورقم الهاتف هو في الشاشه، ولا بغيتوا اي استفسار مرحبا بكم والف مرحبا، اي اقتراح بغيتوا تاكدوا من الاتجاه ديال المحل غتصلوا فقط غير بزكريا. كنأكد الجوطيه سوق دالاس، والناس اللي ما عارفينش سوق دالاس راه حنا في كازا. هاد الكميه هذه كلها، داك الكليه كلها انايا اللي حليتها،
لقيت فيها بزاف بزاف الحوايج زوينين، وكلها زوينه وكلها نقيه. بالنسبه للثمن حتى تجيو عند زكريا ويكون هو حسب البياسات ديالو ويعرفهم بشحال غيطيحوا عليه، حيت السلعه راه زوينه. هذه سلعه نقيه، كنأكد انها نقيه ومعزوله. زكريا ما كيجيبش شي حاجه خايبه ولا شي حاجه طايبه ولا مويه قديمه بزاف. انتم كما كتشاهدوا من بعد طويت البعض باش تشاهدوهم وتشوفوهم، كل شيء زوين وكل شيء نقي وكيحمق. انتم اعزائي المشاهدين، حتى داك البيجاما واقيلا راه ما بانتش في الفيديو، هذيك اللي في الغوز، هذه اللي بالطونطيل راه فنه وكتحمق وطاي كبيره كبيره. انتم كما كتشاهدوا، وما تنساوش راه عنده حتى الحوايج ديال الرجال. بالنسبه لهذه الكوليه الثانيه اللي حليناها هي ديال الانجليز، حتى هي فيها الشورطات ديال الرجال. انتما كما كتشاهدوا غير هادو يعني مقتطفات وصافي. غادي نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد، وتبقاو على خير. كنذكركم عافاكم، بارطاجيو ما تنساونيش بلايك وابوني. الى اللقاء، تبقاو على خير.